المسلمين. اللهم ويا حضرات النبي الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين. اللهم بارك لنا في أمرنا هذا، في مجلسنا هذا، في اجتماعنا هذا، بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من محب حبيبك سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله سيدنا رسول الله.
شكرا هم پر واجب ما دا للا
Yeah.
كلهم
اللهم صل وسلم وبارك.